La déclaration en arabe, Mademoiselle El Alaoui. Bonjour à tous. يلتزم المغرب من خلال أحكام دستور فاتح يوليو 2011 ودباجته بحماية وتعزيز أجهزة حقوق الإنسان وأيضا المساهمة في تنميتها سواء في شموليتها أو عالميتها. كما يلتزم المغرب على المستوى الدولي بالاتفاقيات المصادق عليها بما في ذلك اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الإضافي المبرم في نيويورك بتاريخ 31 يوليو يناير 1997. ونظرا لتفاقم ظاهرة الهجرة وتأثيرها على المصالح الاستراتيجية للمغرب وبناء على توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتم تنفيذ سياسة جديدة للهجرة في المملكة منذ شتنبر 2013. وتركز هذه السياسة على رؤية إفريقية مشتركة ومبادئ إنسانية تحكم قضايا الهجرة، من شأنها أن تكون أكثر احتراما لحقوق وكرامة المهاجرين بمن فيهم طالب اللجوء واللاجئين. من بين المهاجرين الذين يعيشون على الأراضي المغربية هناك فئة معينة في حاجة إلى حماية بموجب حق اللجوء، وقد فر هؤلاء المهاجرون من الحرب أو تعرضوا للاضطهاد في بلدهم بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب توجهاتهم السياسية، وهم يعرفون باسم طالب اللجوء والذين يطلبون الحماية شرعيا بموجب حق اللجوء. تتضمن محاور هذه السياسة الجديدة للهجرة من خلال تشريع جديد إنشاء نظام وطني للجوء يعمل على تسجيل ودراسة طلبات اللجوء وأيضا تنظيم حماية للاجئين، وهي المهام التي كانت تسند حتى الآن إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط. وفي السياق نفسه تقوم الجمعية المغربية حقوق وعدالة التي تعمل على تحسين النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون في المغرب بتنفيذ مشروع يسمى برنامج المساعدة القانونية للاجئين في المغرب منذ غشت 2013. وقد أصبح هذا المشروع ممكناً بفضل مساهمة المؤسسة الأورو المتوسطية لمساندة المدافعين على حقوق الإنسان، وكذا دعم السفارة البريطانية في المغرب والصندوق العربي لحقوق الإنسان. من خلال البرنامج المساعدة القانونية للاجئين في المغرب تعمل جمعية حقوق وعدالة على رفع مستوى الوعي بحقوق اللاجئين وعملية الحصول على وضع لاجئ في المغرب عن طريق توفير دورات تدريبية ذات جودة ومجانية للمحامين والحقوقيين الراغبين في المساهمة في مجال المساعدة القانونية التطوعية وتمثيل طلبات اللجوء الذين يسعون للحصول على وضع لاجئ في المغرب. وعليه منذ غشت 2013 تلقى 100 محامي وحقوقي وأكاديمي دورات تدريبية تتعلق بقانون اللاجئين والدعم القانوني لطالبي اللجوء، 69 منهم في جهة الدار البيضاء الرباط و31 في جهة وجدة الناظور، كما تلقى 72 عضوا في جمعيات تعمل لصالح المهاجرين أو منظمات المهاجرين دورات تدريبية في قانون اللاجئين، 31 منهم في جهة الدار البيضاء الرباط و41 في جهة وجدة الناظور. واستفاد 10 طلاب من مختلف الجنسيات يتقنون اللغات الإفريقية من دورة توعية بمهنة مترجم فوري لطالب اللجوء، كما استفاد 7 من طالبي اللجوء بمساعدة قانونية مجانية من المحامين أو الحقوقيين المتطوعين الذين تم تدريبهم من طرف الجمعية. في إطار هذا البرنامج تجرى حملة تحسيسية للمهاجرين الذين يعيشون في المنطقة الشرقية لطلب حقهم في اللجوء بالمغرب، وبالإضافة إلى ذلك نخطط لتوسيع مشروعنا إلى جهة طنجة تطوان في عام 2015، وبناء على خبرتنا الميدانية في المساعدة القانونية لطالبي اللجوء والدفاع عن حقوقهم
شاركنا منذ بضعة أشهر في أنشطة للدفاع عن طلب اللجوء. السبب: المساهمة كأعضاء في المجتمع المدني المغربي في جهود المغرب من أجل إنشاء نظام وطني للجوء متماسك ويحترم حقوق المهاجرين الذين يحتاجون للحماية فيما يخص اللجوء. ثمرة عملنا: 9 توصيات ملموسة لممارسة فعالة وحقيقية لحق اللجوء في المغرب يسعدنا إشراككم فيها اليوم. تتجسد التوقعات والآمال الناتجة عن سياسة الهجرة الجديدة لحق اللجوء في مبادئ كبرى واجهتنا أثناء صياغة توصياتنا، إذ تمثل هذه التوقعات والآمال توقعات وآمال المهاجرين أنفسهم. منها: أولاً، المعاملة الإنسانية وظروف استقبال وحياة تحترم كرامة المهاجرين في المغرب. واشتملت تلك التوصيات على وضع حد للعنف والقمع الممارسة ضد هؤلاء المنفيين، وأيضا التركيز على رعايتهم أو تعليم أبنائهم. ثانيا، الحق في الحصول على معلومات حول حق اللجوء والولوج الفعال إلى إجراءات اللجوء من أي مكان يستقر فيه المهاجرون بالنظر إلى جغرافية المغرب. ثالثا، جعل إجراء اللجوء إجراء شفاف وعادل وفي متناول المجتمع مع تقديم ضمانات قوية بما في ذلك الخصوصية ودراسة الطلبات في فترات معقولة. رابعا وأخيرا، إشراك المجتمع المدني المغربي في تصميم تنفيذ ورصد وتقييم سياسة عامة شجاعة للجوء وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بفضل سياسته الجديدة للهجرة أعطى المغرب آمالا كبيرة دون شك، غير أننا اليوم قلقون على وجه التحديد بخصوص مؤسسة اللجوء ووضعية ضحايا الأنظمة غير الديمقراطية أو فوضى الحروب الأهلية التي لا تزال تعاني منها قارتنا كثيرا من الأحيان، كما حدث مؤخرا في إفريقيا الوسطى أو مالي أو نيجيريا. يجب أن يوفر المغرب الوسائل اللازمة لحماية اللاجئين وأن يحترم التزاماته الدولية في هذا المجال بشكل تام. يجب أن يكون للرجال والنساء والأطفال الذين هم في حاجة ماسة إلى الحماية الدولية بموجب حق اللجوء مأوى في المغرب، حيث يتم احترام حقوقهم ويستطيعون إعادة بناء أنفسهم، إذ يبقى هؤلاء الناس الضعفاء ينتظرون أحياناً لعدة شهور وحتى سنوات. لقد خلقت هذه المبادرة الملكية وجهود الحكومة آمالاً كبيرة، ونحن مسؤولون عن عدم توليد خيبات الأمل أكثر من هذا. نحن اليوم قلقون أيضاً بشأن آثار حالات الركود، وفي الواقع وضعية طالب اللجوء الذين تتم دراسة طلباتهم حالياً وضعية معقدة جداً، إذ أنه من المرجح أن يستجيب بعضهم للمعايير للاعتراف بهم كلاجئين، غير أنهم يبقون ينتظرون وليس لديهم أي رؤية لمستقبلهم في ظل غياب تشريعات جديدة بشأن اللجوء في المغرب ونظام قادر على إدارة المرحلة الانتقالية. وبالتالي على بعد أسبوع من تاريخ 20 يونيو 2014 اليوم العالمي للاجئين، نريد حث السلطات على ضرورة تسريع الإصلاحات المتعلقة باللجوء. نطلب التصويت على قانون إطار محدد بشأن اللجوء وذي معايير عالية قريبا، حيث يجب أن يجسد هذا النص بشكل ملموس في نظام لجوء وطني صالح ومتماسك ويحترم الالتزامات الدولية للمغرب. وأخيرا، نوصي في هذا النطاق بأن يعمل المغرب على تعبئة الموارد المتاحة له مثل مكتب شؤون اللاجئين والأشخاص عديم الجنسية لضمان الانتقال إلى نظام وطني للجوء يضمن حقوق وكرامة المنفيين. شكراً على انتباهكم.